أهلا وسهلا بكم إلى الفصل الثامن من قصة اللغة العربية. بلغت أنباء الغارة التي شنتها قبيلة طيء ملك عبس زهير بن جذيمة وهو في طريقه إلى بلادهم لغزوها، فأسرع عائدا، ولكنه لم يلقى أحدا منهم فظن أنهم خدعوه أيضا. وفي طريق العودة لما بلغ أرض الشربة والعلم السعدي وجد الحلة تستقبله بالبشرى، وفي مقدمتهم شداد، وإلى يمينه ابنه عنترة، حيث قال له: لئن كانت لنا بقية فالفضل لعنترة ابن شداد. فكان ذلك اعترافا صريحا منه ببنوة عنترة. فأعجب الحاضرون ومدوا أيديهم يصافحونه ويعترفون بفضله. ومرت أيام عبس أعيادا متصلة كان عنترة فيها موضع الاحتفال، ولم يستطع مالك ولا ابنه عمرو أن يتعرض له إذا تحدث عن عبلة، ولا أن يظهر عمارة غضبا إذا رأى عبلة تجالس ابن عمها. وذات ليلة سار عنترة مشيعا عبلة إلى بيتها، فسألها عن خطبتها لعمارة، وهي راضية بذلك، فقالت: وما شأني بزياد أو ابن زياد؟ فهل أنا إلا فتاة في بيت أبيها؟ فرد قائلا: إذا تذهبين إلى بيته لو رضي أبوك، أتذهبين إلى بيته كما تذهب الأمة إلى سيدها؟ فقالت: كف لسانك، لست أمة، إنما الأمة غيري. فرد عليها محتدا: نعم الأمة غيرك، إنها زبيبة. فردت عليه: قل ما بدا لك فلن أجيب. فقال لها: الآن برح الخفاء، إذن فهو زوجك ابن زياد الذي ترتضينه ويرضاه أبوك، وأنا ابن زبيبة الأمة، ولن يذهب هذا العار عني. ألا فاعلمي يا عبلة أن ابن زياد لن يقترب منك، فأنت لي أنا الذي أحببتك ولن أحيا بدونك، وسوف أبعث إليك ليلة زفافك برأس هذا الفتى الوسيم هدية. ولما اقترب من بيت مالك اعترض طريقها مادا إليها يده، كأنما يتذلل إليها بعدما بكت محاولا الاعتذار لها، فمضت إلى خبائها ومضى متجها إلى الصحراء. كان بسطام يخرج مع شباب بني تميم، فماذا كان هدف هذا؟ كان يخرج للصيد والغزو، فشب فارسا بارعا. ما موقف مالك بن قراد وابنه من عنترة أثناء وبعد الاحتفال؟ لم يستطع أي منهما أن يعترض حتى عندما وجدوه يحادثها. ما معنى وسطة العقد؟ هي الجوهرة التي تتوسط العقد ويراد بها محل الاهتمام. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية درسنا. مع نفهم نتعلم ببساطة.